قد يقول قائل كتب العلم صعبة وبالإمكان أن نسويها سهلة. أهل العلم يقصدون توعير الأساليب، توعير الأساليب وتشديدها. يعني ليس من تعذيب الطالب أن يؤلف مثل مختصر خليل أو مثل زاد المستقنع أو المنتهى، هذه كتب صعبة صحيح، لكن لا بد أن يتعود عليها طالب العلم، لأنه لو تعود على مذكرات أو كتب المعاصرين بأساليب سهلة، طيب أشكل عليك مسألة ما توجد في هذه الكتب، ما توجد في هذه الكتب، فلا بد من التعب في فهم المسائل. ولذا أقول يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسم، لا يستطاع العلم براحة الجسم. طيب مختصر خليل اللي بيقرأ فيه ما أول مرة ما كأن عذاب الغاز، لكن مقصود أن يتربى طالب العلم على هذا الأسلوب. ليش؟ لأنه في يوم من الأيام إذا تقدمت به الحياة وتقدم به السن قد يتولى أعمال في بلد لا يوجد غيره أعلم منه يناقشه أو يسأله، فيحتاج إلى الرجوع إلى هذه الكتب قد لا يفهم. فتوعير الأساليب وتقويتها عند أهل العلم مقصود ونافع جدا لطالب العلم، لأنه إذا فهم هذا الأسلوب الصعب الوعر مثل منتهى الإرادات ليس بالسهل، إذا فهمه لا يشكل عليه أسلوب في كتب الحنابلة، خلاص يفهم كل ما يمر عليه، إلا عاد مسألة تحتاج إلى شيء من التعب والعلم لا يمكن أن يحاط به. فلا يستطاع العلم براحة الجسم.